Allahumma
العلم القديم بظهور عصر التخصيص البشري الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الغائرة بالنعمة الوزيدة والغنى الغامرة فانبلغت بيتة التسوير في العالم المطلق الكبير أذن المسؤول بالعين أبن وزير الكمال المطلق وحسن التم والزين يا الله وتنقل إليك الزمن الميمون بالعصاب الكريمة والمطوطة من زوج الضمة إذا وتم عليه من الله نعمة فهو يقرأ وقدر التقنزية القلب برزه يتصرف بموت استقراره وموت وحسست بمن حسست فكان مستقر في الحسنات الفاخرة والعرام والعرحام الشريفة الطاهرة حتى ورد في عالم السادة بشرا لا أهل الله زال الله عليه ونوحر العوك الوزور وبهر وتعمدت مدرك به زهور بأيام بأيام ربكما بيدك ارضى سبا
Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi wa laqad tasarra sallallahu alayhi wa sallam min nas il ahfaq bima tabiq al kitabati butul awraq kana sallallahu alayhi wa sallam hasan al nas khulqa wa hudqa wa awalahu bil amqarib al akhlaq sabqa wa Mustafa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qadamma tazama fikru min darain mawsadu Muhammadiyyati hukuman wajzahu bilallahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iz ala shaqiqi mashkura wa fi mahmuda wa yaqtuba amalitu a'mali maghwala wa tawazhubi tawazhubi khasirati wa salati wa mawsula Allahumma yaman ilayhina tawazhu amalitu ta'uzu zafira wa ala babi izzatata tawrikhata tawshaha min huwulatu wamira natawazhu ilayka bi asrati khasaili ladai sayyidun musallin abdika sadikil amin sayyidina wa maulana muhammadin al-gazi amma risalat al-alamin antusandi wa tisri ala tilka al-zadil kamila mustadai amanatik wa hadith al-shakik wa hamidil rayyati da'watika shamila ala al-abil akbar al-mahbubil akawal muslim mukhasas bisharafi al-abhar fi kulli mawdin min mawadin al-qurubi wa mazhar واسم عبادك في عبادك وسائق قدر رسابك لأهل عبادك سيد الكونين وأسرف السخلين على عبدك المحفظ عبدك المحبوب الخالص المعصوص منك بعدل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اضطرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بأشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تزفزنا في جميل أدوارنا وتقلبتنا في جميل رعايتك وحسن ولكايتك وأن تبلغنا من سراب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طواعف إتباعه من الشاركين ولحقك وحقه من المحقين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزمن زمنة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمن بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستصفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئين بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب فواجره وله وزهره وأمه ببركة والسر والشريف بذهاته أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وعدم راية الدين الكون بجميع الأقطار والشوى والعلم الإسلامي والإيمان بأهلها معمورة معنى وشورة واكشف اللهم قربة المقربين واغض بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شرف المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأخطار وعيدهم وأتمهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وزعنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالهرج المكين من الذنوب والخطايا وعدنا بالعمل بطاعتك والصدق في همتك الدائمه
إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من الأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم عليه وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب من الأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وسلم وإليه منصور وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا rambutan ri rambutan oh ini ya keren. Orang jangan buka, jangan buka berjalan aja. Bergaya ada mau bawa lagi berapa sih nak? Punya bergaya. Dia berbuat jujur-jujur. Ya ada di kada di bawah lagi nak. Kalau baca air itu masih kau marah tidak? Ya, ya tu bila dia ini rambutannya re. Ini rambutnya. Ya. Ini re. Re. Ini sana re. Re, ini. Bagi rambutnya. Nah, ya belum. Jangan lagi bergaya, bila bahan itu jangan buka, jalan aja, ada membawa lagi.